طيب خليني اقول لحضراتكم ان في هذه اللحظات طبعا مباراه الاهلي ونيوبورت كاونتي الانجليزي والنتيجه 1-0 للفريق الانجليزي. واضح ان هي تجربه وديه قويه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وواضح ان فعلا في تدريج في المستويات اللي احنا بنقابلها. يعني المباراه الاولى كانت مباراه سهله قوي بالنسبه للنادي الاهلي، المباراه الثانيه مباراه واضح ان هي قويه جدا جدا، ودي لقطات زي ما حضراتكم شايفين من المباراه حالا هناك من اسبانيا، والفريق بيقود هذا اللقاء في هذه اللحظات. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وان يحقق اكبر قدر ممكن من الاستفاده من خلال المباريات الوديه ومن خلال المعسكر بشكل كامل، عشان ان شاء الله باذن الله نشوف اللاعبين واقفين على رجليهم بشكل كبير خلال المرحله الجايه. خليني اقول لحضراتكم انه بينورني وشرفني في الاستوديو في هذه اللحظات استاذ العزيز والناقد الرياضي الكبير استاذ عمر البنوبي. استاذ عمر نورنا وشرفنا. ده نورك يا امير، اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام، كله تمام. يعني في كلام كتير جدا، عايز ابتدي معاك بمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا ومدى اهميه هذا المعسكر والمباراه الوديه لسه كنا بنتكلم عليها، ولقطات هي حصريه كانت مذاعه الان لجمهور ومتابعي قناه الاهلي. مدى اهميه هذا المعسكر ومدى اهميه هذه المباريات؟ يعني في البدايه طبعا مع التلاحم في المواسم وما كانش فيه فرصه للراحه طبعا للنادي الاهلي، حتى لو كان مصر ما استضافتش بطوله افريقيا كان برضو الاهلي هيكمل وهيبقى موسم متلاحم في الفتره اللي جايه، كان محتاج طبعا لاسارتي انه يعمل معسكر يشوف جميع اللعيبه يبتدي يجرب تكتيكات معينه في اللعب عنده. اعتقد كمان دلوقتي المعسكر بصفوف مكتمله يقدر يحقق منه استفاده فنيه اعلى. وجود معسكر خارجي لما نتكلم انه الاهلي بيعزل اللاعبين عن الاجواء اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي، حتى الاجواء الجماهيريه واجواء بطوله افريقيا وكل حاجه، والتركيز بس في الملعب، التركيز على التدريب، على مباريات وديه متدرجه المستوى زي ما شفنا المباراه الاولى والنتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي. النهارده مباراه اقوى شويه، لاسارتي بيجرب تشكيل مختلف، بيدي فرصه للعيبه كانت بعيده عن التشكيل الاساسي في الفتره اللي فاتت. كل ده بيتيح للاسارتي والجهاز المعاون له انه يحقق يعني الاهداف اللي مستنيها من معسكر زي ده، وخصوصا ان المعسكر جاله في فتره كويسه عنده يعني اعداد للموسم الجديد رغم انه هيلعب الزمالك بعد ما يرجع من اسبانيا. تمام، اكيد ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يستفاد اكبر استفاده من هذا المعسكر، وان شاء الله باذن الله يكون موفق خلال الفتره القادمه. خليني اقول لحضراتكم ان الان في هذه اللحظات ضربه جزاء للمنتخب الجزائري، و مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48، واللي هيشوط ضربة الجزاء هو اللاعب الدولي الكبير للمنتخب الجزائري هو بغداد بونجاح، صاحب هدف أو هدفين حتى الآن في البطولة. نتمنى كل التوفيق لبغداد في إحراز هذا الهدف. وبغداد ضيع، بغداد بونجاح للأسف الشديد، كرة خبطت في العارضة وطلعت بره، لكن إن شاء الله كل الأمال بالتوفيق للمنتخب الجزائري. بالتالي يا أستاذ عمر عايز أتكلم معاك في بطولة الأمم الأفريقية ومباراة الجزائر وكوت ديفوار وأقوى المرشحين من خلال متابعتك للفوز بهذا اللقب بعد خروج مصر، وهنتكلم بالتفاصيل عن الأسباب والحلول فيما يتعلق بمنتخب مصر. اتفضل. يعني أنا شايف إنه البطولة بدأت خلاص تتضح ملامحها، يعني هو أقوى منتخب في البطولة حتى الآن هو المنتخب الجزائري، يليه المنتخب النيجيري ثم المنتخب السنغالي. أعتقد إنه كمان منتخب الجزائر بيلقى دعم كبير من الجماهير المصرية، يمكن كمان كان ليا حوار امبارح على بوابة أخبار اليوم مع الشاب خالد المطرب العالمي طبعا، وهو يعني قال لي إنه غنى لدعم المنتخب الجزائري مع أصدقاء له في باريس ووجه لهم رسالة، وكشف لي إن هو متواصل حتى مع لعيبة منتخب الجزائر. قال لي بعد المباراة الأولى اتكلمت مع رياض محرز، في دعم كبير من الجمهور الجزائري والإعلام الجزائري. لو بصيت على يعني الوفد الإعلامي المتابع للمنتخب الجزائري هنا من الزملاء الصحفيين الجزائريين عددهم كبير مش قليل، مقيمين بشكل كامل في مصر، بيروحوا كل الماتشات، متفاعلين مع منتخبهم. منتخب الجزائر يمكن جه هنا القاهرة ما كانش حد يعرف التشكيل المتوقع اللي هيبدأ بيه جمال بالماضي المباراة الأولى، بعد كده فوجئنا انه عنده تشكيلين، والتشكيلين على جاهزية عالية على مستوى فني متقارب يقدروا انهم يحسموا أي مباراة. اعتقد انه منتخب الجزائر بالنسبه لي بالعاطفه كمان انه انا منحاز للمنتخب الجزائري، بحب الجزائر انت جدا عارف. يعني اعتقد انه هو هيكون مرشح اول للبطوله ده اكيد فعلا. لكن مشواره برده مش هيكون سهل، يمكن هو قدر يتفوق على السنغال في المجموعات، ومتوقع انه كمان يلعب السنغال تاني في سيمي فاينل.
ده هو هيلاعب نيجيريا. السنغال. منتخب الجزائري هيلاعب نيجيريا. نيجيريا، لو نيجيريا برضو مباراة صعبة يعني، حتى طبعا. سواء السنغال أو نيجيريا، على فكرة إنه يلعب السنغال أصلاً تاني أعتقد إن تبقى برضو مباراة صعبة جدا، لأن أنت كسبتهم في دور المجموعات والمفاجآت دلوقتي بتبقى واردة بقى، لأنه كمان يعني فكرة إنه السنغال بساديو ماني بالتشكيل اللي موجود بمدرب زي أليو سيسي برضو، مدرب شاب قصاد مدرب شاب على فكرة، والاثنين عندهم طموحات كبيرة، والاثنين قدموا أوراق اعتمادهم بشكل قوي جدا خلال الفترة اللي فاتت، وخصوصا في مباريات أمم أفريقيا، أعتقد الموضوع هيبقى صعب قوي. أكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري، لكن أنت بترشح الجزائر بقوة للفوز باللقب. بالظبط. تونس ممكن تحقق مفاجأة طبقا للمستوى اللي احنا شفناه في أول ثلاث مباريات، المستوى ابتدى يتحسن في مباراة غانا، النهارده عندهم مباراة ظاهريا سهلة أمام مدغشقر، لكن منتخب الملاجاشي منتخب قوي، واضح أن هو مستعد بشكل جيد للبطولة، وبيوصل لأول مرة في تاريخه للبطولة أصلا وكمان لدور الثمانية. ممكن المنتخب التونسي يعود بقوة وينافس بقوة على اللقب. يعني خلينا نقول ان اللي تونس فيه مفاجاه زيها زي مفاجاه مدغشقر بالظبط بالنسبه لنتائج دور المجموعات. يعني احنا شفنا منتخب التونسي في دور المجموعات مفيش ثبات في التشكيل، مفيش نتائج ايجابيه، صعدت من غير ما تفوز، الوضع صعب في جوه الاتحاد التونسي لكره القدم، انتقادات عنيفه، الاعلام هناك حتى بيهاجم المنتخب التونسي من بدايه البطوله بعد النتائج بتاعه دور المجموعات، فده مفاجاه برضو ان المنتخب التونسي يوصل لدور الثمانيه. اعتقد انه منتخب مدغشقر الميزه انا بتمنى بقى تونس تاخد البطوله، انت بتمنى الجزائر، بتمنى تونس، اتفضل. كلهم عرب يعني في النهايه نبقى مبسوطين الحقيقه، يعني احنا حتى الجمهور المصري متفاعل جدا مع المنتخبات العربيه سواء تونس سواء الجزائر، بيدعم استمرار مشوارهم حتى نهائي البطوله ان شاء الله. يمكن انا شايف انه المنتخب التونسي فكره عدم الاستقرار عنده جوه الاتحاد التونسي لما اقالوا المعد النفسي بعد دور المجموعات لانه بيقولوا مالوش تاثير على اللاعبين، برضو دي عملت هزه، كان ممكن يستنى لبعض البطوله. منتخب مدغشقر عنده ميزه نسبيه ثانيه خالص، انه بيلعب بدون اي ضغوط فعلا. منتخب جاي بيشارك لاول مره، بيظهر لاول مره في البطوله دي، وبطوله كبيره معاه مدرب، حتى وضع المدرب نيكولا دي بوي ده مدرب يحواله وضع خاص، لانه بيدرب منتخب مدغشقر وبيدرب نادي في الدرجه الثالثه في فرنسا في نفس الوقت. والله يمكن انا لما عملت معاه حوار قبل البطوله قلت له ازاي بيتوفق بين ده وده، قال لي ده له وقته وده له وقته، والاولويه عندي المنتخب مدغشقر، قال لي حتى هم في النادي هناك في فرنسا عارفين انه انا الاولويه بالنسبه لي منتخب مدغشقر، وانه بمجرد ما دخلت معسكر الاعداد لمدغشقر انا تركيزي كله بالكامل مع منتخب مدغشقر. بيلعب بدون ضغوط، بيتعامل بتواضع كبير مع الجميع داخل الاتحاد الملغاشي، حتى هو في نفس الحوار قال لي كلمه انا حتى خدتها عنوان، قال لي احنا هدفنا من المشاركه في البطوله عايزين نخلي احمد فخور بينا، يعني هم كمان عارفين وحاسين بالدعم اللي بيحصل لهم من احمد رئيس الاتحاد الافريقي لانها بلده طبعا. لكن اعتقد انه المباراه مش هتكون سهله، منتخب تونس منتخب مفاجات في البطوله دي، منتخب مدغشقر هو مفاجاه البطوله فعلا. هنشوف المباراه ممكن تكون شبه متكافئه جدا، لان حتى لو اتكلمنا فنيا اداء منتخب مدغشقر قوي جدا بالزبط. احنا شفناهم عملوا مباريات كبيره، قدروا انهم يكسبوا نيجيريا، صعدوا اول مجموعتهم، ونيجيريا مش منتخب قليل طبعا، نيجيريا مع مدرب خبير زي جرانيت رور الالماني، اعتقد انه الموضوع يعني مش من فراغ، يعني برضو مش هنقول انه مدغشقر هي الدنيا ماشيه بالحظ، لا هي مش ماشيه بالحظ فعلا. في فعلا كواليتي لعيبه كويس موجود في مدغشقر، معظمهم بدا يتجه للاحتراف في اوروبا وفي فرنسا، كان من شفنا احنا تجربه لباولين فوافي عندنا في الدوري فعلا. المصري ادى بشكل قوي جدا مع مصر المقصه، مع منتخب مدغشقر بالظبط، وعلى مدار سنوات، يعني احنا مش بنتكلم في انه لعيب طفره، لا هو على مدار سنوات مستواه ثابت، فواضح ان هم في تطور كبير في الكوره هناك، فالمباراه مش هتكون سهله. أكيد نتمنى كل التوفيق أيضا للمنتخب التونسي في هذه المباراة، يتأهل لدور نصف النهائي. نتكلم بقى عن منتخب مصر وهذه الصدمة. نتكلم عن منتخب مصر، هذه الصدمة الكبيرة جدا جدا للشعب المصري، الأسباب من وجهة نظرك لكل الكواليس ولهذه النتيجة السيئة والخروج المبكر وكل هذه الأمور، من وجهة نظرك شايف الأسباب إيه؟ خلينا نمسكها واحدة واحدة. حلو. احنا بعد روسيا كان عندنا فرصة اننا ننتقل من حقبة فنية كان بيديرها الارجنتيني هيكتور كوبر لحقبة تانية بمدير فني جديد. كويس. فوجئنا انه تم تكليف كابتن حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المستقيل بملف التعاقد مع مدير فني، وبالفعل انا كنت متابع لحظة بلحظة الموضوع، راح فرنسا وراح انجلترا وقابل اكتر من مدير فني واقترحوا عليه اكتر من اسم، وكان كلها اسماء قويه بالمناسبه. ممكن نقول ابرز هذه الاسماء؟ كان في خاليلوزيتش مدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، وقدروا يصعد بيهم كاس عالم، ومدرب خبير وبيدرب نانت الفرنسي بالظبط دلوقتي. بنتكلم عن تيريون ري، حتى ولو كانت هتبقى تجربه جديده ومغامره، لكن في النهايه انت بتبدا بتبني جيل جديد، انت بتبني على جيل محمد صلاح وجيل كاس العالم، تعمل حاجه جديده وحابب ان انت تطلع لعيبه شباب، وده شفنا جزء منه مع اجري في البدايه. لكن نرجع تاني انه في النهايه فوجئنا بالتعاقد مع اجري
ثم سلجادو جاي مع الموضوع كده مش عارفين قصة. ما تعرفش لحد دلوقتي هم قالوا انه مدرب معسكرات يعني لما اتسالوا في الموضوع قالوا سلجادو مدرب معسكرات يعني هيجي في المعسكر اسم كبير يبقى موجود مع اللعيب. طيب يعني هم ك يعني الكريتيريا بتاعت الموضوع او حتى جوب ديسكريبشن لموضوع سلجادو يعني جه ومشي واحنا مش عارفين عنه اي حاجه. فما فيش مشكله يعني خلينا نعدي مساله سلجادو دلوقتي. الفكره نفسها انه انا فنيا ايه اللي استفدته من المرحله بتاعت اجيري صعود الامم افريقيا؟ انت كده كده بقيت الدوله المنظمه كنت هتصعد، اديت مباريات بعضها جيد لكن المستويات كانت متفاوته. انت بتلعب تصفيات مع اسواتيني من نايجر مستويات ضعيفه جدا صح. قدرت تحقق نتائج كبيره، انت برضو معاك كواليتي لعيبه مش قليل، لكن كواليتي اللعيبه ده لسه هنيجي للعيبه في الاخر، لكن هنتكلم في نقطه المدير الفني. كواليتي اللعيبه ده كان ممكن يطلع منه شغل فني عالي جدا لو في مدير فني عارف قدرات اللعيبه دي بنفس القائمه، حتى لو كانت بس مش بنفس القائمة قوي. يعني كنا محتاجين رمضان صبحي لانه اكيد كان لازم يبقى موجود، كهربا محتاجين، كهربا محتاجين، عبد الله جمعه محتاجين، محمد هاني محتاجين، عمرو السوليه في وسط الملعب. في اسماء كان لازم تكون موجود تمام. لكن خلينا نتفق انه احنا حتى في الملعب في بطوله امم افريقيا كسبنا اول ثلاث ماتشات وكنت برضو بقول احنا مش مقنعين، احنا لا ما بنبنيش هجمه من الخلف للامام بشكل سليم صح. احنا بنعتمد على الفوارق الفرديه ما بين اللاعبين داخل الملعب، ان محمد صلاح عنده امكانيات عاليه بيقدر يخلص ماتش كره عرضيه خلص منها ماتش. لكن الشكل اللي احنا شايفينه تريزيجيه لما في ماتش زيمبابوي في الافتتاح، الشكل اللي احنا شفناه ده ما فيهوش اي شغل فني. الاخطاء نفسها اعترف بيها الجهاز الفني وما صححهاش، يبقى كان شغل الجهاز الفني فين في الوقت ده تمام. يعني لما الاقي كابتن هاني رمزي طالع يقول والله احنا عندنا اخطاء بعد مباراه اوغندا في بناء الهجمه وفي وسط الملعب طب انا ما شفتش ده اتحل قدام جنوب افريقيا. انا كنت في تلفزيون في يعني في احدى القنوات وفي قبل مباراه ال 16 سالت تلعب مين، قلت لهم ألعب جنوب افريقيا لو انا في حالتي، لانه جنوب افريقيا بتلعب كره منظمه وده كان واضح في الملعب فعلا. وشفناه انت ما كنتش منظم حتى في الهجمه اللي جت فيه الجول، الدفاع كان واقف وقفه غريبه جدا دخل فيه الجول، لكن انت كمان ما قدمتش حاجه عشان تقدر تكسب مباراه بالزبط. فاعتقد انه اللعيبه كمان بقى نرجع بقى للعيبه، فكره ان انت مش مركز اصلا في البطوله، كله بيفكر في الاعلانات اللعبة. طبعا بتفكر في الاعلانات، بتفكر في السوشيال ميديا، بتصدر لك ازمات وانت بتستجيب للفكره دي. وحتى القرار نفسه انا اخدت قرار كاتحاد كوره باستبعاد عمرو ورده واعلنته ما رجعش في القرار، حتى لو انا كنت غلطان، لكن انت عملت نوع من التشتيت الكبير تشتيت جدا، تشتيت وعدم انضباط داخل المعسكر في ان انت صدرت للناس وطلعت تقول اصل ده اللعيبه ضغطت علينا عشان عمرو ورده يرجع. ده عمره ما حصل في الكره المصريه يعني ما ينفعش. الجوهري لو كان موجود الله يرحمه اعتقد ان ما كانش يعني كان ماشي اتحاد الكوره كان جزء يعني كان جزء كبير كمان من اللاعبين دول ما كانوش هيبقوا موجودين مع قوه اساميهم ومع ادائهم في انديتهم بالظبط. لانه في النهايه الانضباط هو اللي بيصنع بطوله. قبل البطوله بتكلم مع وينفريد شيفر الالماني اللي اخذ نسخه 2002 مع الكاميرون أكيد. قال لي قبل ما امسك منتخب الكاميرون رحت لفيت على اللعيبه الكبار في انديتهم حلو، رحت السونج، رحت المبومة، رحت الباتريك صفو، رحت لعيبه تانية كتير سالتهم انتوا جيرمي قال لي انتوا ايه اللي محتاجينه في منتخب الكاميرون مني في المرحله اللي جايه. قال لي سونج قال لي الانضباط، مبومة قال لي الانضباط، قال لي معظم اللعيبه كلمه الاولى قالوها الانضباط، احنا محتاجين انضباط. اللعيبه كلها كويسه لكن كويس. محتاجين انضباط. نفس الكلام كليمنس وسترهوف اللي اخذ البطوله مع نيجيريا بالجيل التاريخي في 94 كويس، قال لي انا عملت انضباط في منتخب نيجيريا فقدرت اوصل نهائي 90 واوصل ان انا اخد البطوله في 94. النقطه دي مهمه، هي غابت عننا وبقت واضحه للكل، يعني احنا مش بنقول حاجه مستخبيه بالظبط. انت شايفين موضوع الاعلانات وغيره وغيره ومشاكل اللعيبه وحتى طريقه تعامل اللعيبه مع السوشيال ميديا، مع الجمهور، مع الاعلام، مع الكاميرا في الملعب صح. ما ينفعش لعيب مهما كان يقول للجمهور انا مش سامعكم وانا مش شايفكم، انت يعني انت بتلعب علشان الجمهور طبعا. ولابد تعرف ان انت في النهايه الكرة دي جزء من صناعة الترفيه، انت دورك ان انت تأدي بشكل كويس لان انت بتكسب، وفي نفس الوقت الجمهور عاوز يستمتع، الجمهور اللي بيدفع ثمن التيكت ده عاوز يستمتع، عاوز يشوف منتخب بلده بيكسب. فكان في لا كان في سوء تعامل من كل اللاعبين. فكره استقاله كمان اتحاد الكوره، في ناس اتخذت في الرجلين برضو، يعني اوكي هو لازم يستقيل، مسؤوليه تضامنيه على الكل، فانا اتفق معاك يعني حد زي مثلا الحاج محمد ابو الوفا هو مهتم بانديه الصعيد والدرجه الثانيه والراجل ما عليهوش اي حاجه مثلا. دكتوره دينا الرفاعي ملف الكوره النسائيه ولسه جايه مثلا في شهر 7. بقيه المجلس في جزء منه متداخل في الكوره وفي جزء لا، لكن في النهايه الوضع نفسه كان يستدعي فعلا اعاده الانضباط للمنظومه كلها صح. حتى وان كان في ضحايا للموضوع ده، لكن في النهايه لازم اتحاد الكوره يكون في مجلس اداره من ناس عندها القدره
انها تدير كره قدم وتحولها لصناعه، صناعه محترفه، يبقى عندنا دوري محترفين نتعامل باحترافيه مع كل شيء. ما ينفعش ان انا اعتمد على عناصر في اداره المنتخب او في المنتخبات الوطنيه فشلت قبل كده 3-4 مرات. طيب انا قبل ما اتكلم في الحلول للكره المصريه فيما هو قادم من فترات كثيره ان شاء الله باذن الله، عايز اتكلم احنا ليه ما تعلمناش من اللي حصل في روسيا؟ يعني بعد روسيا الاعلام اتكلم بشكل كبير جدا واحنا لازم نصحح ولازم نعمل ولازم ولازم ولازم، والناس كلها اتكلمت ومسؤولين وكلام من ده، مفيش اي حاجه اتغيرت، رحنا لكارثه ثانيه هنا في مصر في امم افريقيا. هقول لك ليه، لانه بعد روسيا احنا كنا راجعين من فكره احنا 28 سنه ما بنوصلش ووصلنا. تمام. فاعتبرنا ان ده جزء ممكن يغفر لاتحاد الكوره المسؤوليه عن الشكل السيء او نتائج ان انا تخرج بصفر، ما تقدرش تكسب ولا مباراه، والاعتماد على طريقه كوبر الدفاعيه هي دي فلسفته، ممكن ما تكونش مناسبه لينا، ممكن انا العبها بطريقه تانية طبعا، لكن مش بالشكل الصعب اللي كان بيعمله هيكتور كوبر. لانه خلينا نقول كمان انه هيكتور كوبر وصل بعد الصعود لكاس العالم لمرحله تعالي على الاعلام وعلى الكوره في مصر، انه شايف ان ده قدراتكم وتقدروش تعملوا اكتر من كده، لا احنا كان ممكن نقدر نعمل اكتر من كده، كان ممكن نادي افضل من كده اذا كان في تكتيك مختلف وكان في تعامل مختلف واستغلال لقدرات اللاعبين ومفيش مجاملات في الاختيارات. صح. لكن للاسف احنا صدمنا في روسيا بمجاملات في الاختيارات، لعيب زي عمر جابر مثلا ما كانش بيلعب في ناديين بقاله سنتين وكان موجود في قائمه كاس العالم، وجينا شفناه تاني هنا في امم افريقيا برضو رغم انه عمر جابر ما اداش يعني الموسم الواو مع فريق بيراميدز، كان بيلعب باك ليفت في في الموسم اللي فات بالظبط، حتى تغيير في مركزه. طب انت ليه واخد عمر جابر؟ مشكله عمرو ورده واللي حصل. فكان عندنا اسباب كتير. لو نرجع لسؤالك انه ليه حصل ده بعد ما شفنا انتقادات بعد العوده من روسيا، لانه خلاص هو الناس كانت شايفه ان وصلنا كاس العالم، طب نشوف احنا عندنا امم افريقيا وعندنا مرحله جديده لكاس العالم 2022 فندي فرصه نشوف مدرب جديد ونشوف شكل مختلف. لكن الحقيقه يعني انا شايف انه والله انا ما كنتش موافق تماما على سياسه هيكتور كوبر وعلى طريقته في اداره منتخب مصر، بس حقق اهداف، لكن في النهايه هو في اهداف اتحققت وكان في نتائج جيده والتاريخ لا يذكر الا النتائج. طبعا هنا انت لا حققت نتائج ولا حافظت على المبادئ ولا وصلت لاي شيء. دلوقتي كوندوار اتعادلت 1-1 مع المنتخب الجزائري، اتصعبت قوي يا امير كده، بقت الدنيا اتصعبت قوي، بس صعبه هي متاحه طبعا بس في صعوبه طبعا، لكن اتصعبت لانه كمان منتخب كوندوار مش منتخب قليل وعنده مجموعه من اللعيبه قويه. اعتقد انه ضربه الجزاء اللي اهدرها بغداد بونجاح هتكون نقطه تحول في المباراه، وهنشوف هترسى على ايه، لكن انا بثق في قدرات لعيبه منتخب الجزائر ان شاء الله. طب نكمل جزئيه روسيا وعدم التعلم من الاخطاء. يعني انا شايف انه بعد روسيا كان لابد يكون في، حتى لو مش هنقول ان اتحاد الكوره يمشي، نشوف حتى تغيير في السياسه. حلو. سياسه اداره الكوره في مصر بتاعتك انت بتعملها ازاي؟ انت مشيت على نفس الطريقه انه واحد بس اللي بياخد القرار هو المهندس هاني بوريد، بقيت اعضاء مجلس الاداره بيعرفوا القرار بالصدفه، وده حصل وشفناه على ارض الواقع في التعاقد مع اجري. صح. انه فوجئنا انه ده كان اسم مش متاح اصلا، اسم مش مطروح، هو طرح على حازم امام لكن استبعده، ففوجئ بيه ان هم قعدوا معاه في روسيا وتعاقدوا معاه في حضور سالجادو. الاهم من ده كله ان تم اعلان التعاقد معاه عن طريق احد اعضاء مجلس الاداره، سلجادو يعني. لان سالجادو كان موجود، هم استشاروا سالجادو الحقيقه على فكره. الكواليس اللي حصل كوكيل مش كوكيل، كصديق، هم بيعتبروا انه سالجادو صديق ليهم يعني. كواليس اللي حصل انه كانوا في الفيفا زون في كاس العالم، موجود المهندس هاني بوريده، المهندس احمد مجاهد، وبعدين احد وكلاء اللاعبين المعروفين، ومعاه سالجادو، فاتكلموا شويه فقالوا له تطرح علينا مين؟ قال لهم اجري. طب انت هو موجود هنا في روسيا؟ قال لهم قالوا هاتوا تعالى، وقعدوا وخدوا القرار بالظبط، وخدوا القرار. تمام. على فكره قرار التعاقد مع اجيري تم بناء على الكلام مع سالجادو مش مع اجيري نفسه، يعني هما الفكره بالظبط مش في اجيري. وبعدين سالجادو عنده اكاديميه كوره، اعلانات، بيشتغل في دبي طول الوقت، قاعد في دبي طول الوقت. طب هو بيجي على المعسكر، طب كان بيعمل ايه؟ اسئله كتير. لكن الحل فين؟ الحل انه دلوقتي اتحاد الكوره طبعا وفقا للائحه اذا اجريت انتخابات خلال ال 90 يوم وجي مجلس اداره جديد، اتمنى انه الامور الفنيه توكل لمدير فني محترم وقوي لاتحاد الكوره. طبعا كل الاحترام والتقدير للكابتن محمود سعد موجود دلوقتي طبعا في المنصب ده في اتحاد الكوره، لكن انا شايف انه السياسه الفتره اللي فاتت لو كان له يد فيها فهي لم تنجح، فشلت امام الجميع. لابد يكون في تكنيكال دايركتور حقيقي لاتحاد الكوره، بناء على خطه التكنيكال دايركتور ده زي اي اتحاد كره في العالم. صح. يتم التعاقد مع المدربين اللي يقودوا المنتخبات بمختلف مراحلها السنيه حتى المنتخب الاول، في سياسه واضحه، ابقى عارف انا اهدافي ايه، يبقى عندي شورت بلان وعندي لونج بلان، وابقى عارف. صح. انا بعمل ايه بالظبط
في الخمس سنين الجايين. انا عندي كاس عالم 2020، عندي تصفيات 2021 امم افريقيا تبتدي في شهر 10 تقريبا. بالظبط، جهزت جهزت ايه لكل ده؟ القرعه بتاعتها خلاص على الابواب بعد ايام، هنا هتتعمل هنا في القاهره. التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد الكوره رؤيته ايه للموضوع ده؟ رؤيته ايه للجهاز الفني اللي جاي؟ هو مين اصلا هيتعاقد مع الجهاز الفني اللي جاي؟ هي دي المشكله. يعني هل دلوقتي العميد ثروت سويلم او اللواء ثروت سويلم موجود في اتحاد الكوره كمدير تنفيذي وقائم باعمال مجلس اداره هياخد القرار منفردا بتعيين جهاز فني جديد لمنتخب مصر؟ الاختيار هيبقى اجنبي ولا هيبقى محلي؟ الوضع هيمشي ازاي؟ هتبقى صعبه الجزئيه دي في الحقيقه. الحكايه دي هتبقى صعبه. هل ممكن تشكيل لجنه فنيه بطريقه وديه كده خارج الاتحاد وبتاع هم اللي يختاروا المدير الفني لمنتخب مصر؟ ده مش احترافيه. خلينا برضو نتفق انه ده ممكن يكون حل بيننا وبين بعض هنا في مصر. وكنا بنلجأ للحاجات دي وبنلجأ للحكماء وبنستشير ناس، لكن انا شايف انه الامور لابد تمشي في اطارها القانوني وفقا للائحه اتحاد الكوره. اعملوا انتخابات، هاتوا مجلس جديد، المجلس ده يبتدي. انا قصدي لجنه فنيه من الكوره لاختيار مدير فني. اعتقد انه في مصر صعب، عارف انت هنا لو لو اخترت اللجنه دي كل واحد هيبقى شايف حد على هواه وكل واحد هيرشح حد. ثانيا مين مدرب مصري حاليا في الوقت الحالي يتصدى لمهمه تدريب منتخب مصر في وقت حرج زي ده؟ اعتقد انه الاسماء محدوده جدا، وطرح اسم عوده الكابتن حسن شحاته انا شايف انه يعني الكابتن حسن شحاته عمل تاريخ كبير طبعا. واعتقد انه يكتفي بهذا القدر، ويعني هو راجل له قيمه كبيره عند الجمهور في مصر. أكيد. فما يجيش في فتره صعبه زي دي كمان. اعتقد انه التفكير لو اجنبي لابد يبقى فيه دراسه، انت هتجيب اجنبي يعمل ايه؟ انت مع الاجنبي ولا الوطني؟ انا مع المدرب الاجنبي. لانه مش هيتفقوا على مدرب وطني هنا. يعني لو اتكلمنا هتلاقي الترشيحات حسن شحاته، حسام حسن، طلعت يوسف، ايهاب جلال، هاني رمزي، حسام البدري، اسماء كتير هتتحط. وكل واحد هيلاقي اللي بيدعمه في الاعلام وجوه اتحاد الكوره، لكن في النهايه الناتج ايه؟ الرؤيه ايه؟ صح. مش عارفين. يعني لابد انه يكون في بس رؤيه لاتحاد الكوره يقول لي هو اصلا عاوز يعمل ايه في المسابقات المحليه وفي المنتخبات عشان اقدر احكم عليه بعد كده. صح. يعني انا لما اجي اقيم اجيري هقيمه على اي اساس؟ انت قلت لي اصل انا جايبه لكاس العالم، طب انت خسرت هو افريقيا رحت ممشيه، طب مشيته ليه؟ لما انت متعاقد معاه مثلا لحد كاس العالم. تمام. النتائج سيئه، طب ما انت اللي اخترته والوقت مش بعيد، ده انت جبته في 8 اللي فات. فيعني المفروض تكون قيمت، حتى لو كنت شايف انك محتاج تغيير كنت غيرت. ليه التمسك بالموضوع بالشكل ده؟ وبعدين كان في احد اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر من الاجانب اللي جايين مع اجيري بيشتغل في مدرسه كوره لاسبانيول الاسباني، وبيشتغل ده وهو موجود في المنتخب، تيتو جارسيا. طب هل ده يليق لا طبعا يعني تيتو جارسيا المدرب المساعد لاعب كره السله باسم وحجم منتخب مصر يبقى عنده مدرب في اكاديميه مع براعم اكاديميه اطفال مع يعني اسبانيول. عايز اقول لك انه قبل امم افريقيا بما فيش اسبوعين كان هناك في اسبانيول وبيصور حاجه للاكاديميه دي، ويعني بيشوف شغله. طبعا اللي احنا فيه يعني. ده اكيد طبعا. وده حصل في غفله من الزمن، انه ازاي انت تجيب جهاز فني لمنتخب مصر اللي دربه حسن شحاته، دربه باب برادلي، حتى لو باب برادلي فشل في اخر مباراه له كان هيصعدك كاس عالم بغض النظر عن النتيجه، لكن ادى مهمته المطلوبه منه بنجاح لحد النقطه اللي فيها كان في فوارق وكان لها ظروف استثنائيه في الكوره هنا في مصر، كانت الكوره متوقفه. تمام. قبل كده لو شفنا الكابتن حسن شحاته، شفنا الكابتن محمود الجوهري، مايكل سميث، شفنا اسماء كبيره حتى من الاجانب حتى وان لم يؤدوا ما عليهم او ما ظهروش بالشكل القوي، لكن رود كرول كان عنده مشروع كويس ما كملش لكن برضه اسم كبير طبعا. لكن لما اجي اتعاقد مع مدير فني اجنبي ابقى عارف انا جايب مين وهيعمل لي ايه. مش يبقى الموضوع عشوائي بالشكل اللي احنا شفناه. هل في اسماء اجنبيه مرشحه من وجهه نظرك او انت ترشحهم؟ اعتقد انه صعب دلوقتي ترشيحات لما نعرف بس هو مين اللي هيجي. رينارد مين هيجي؟ رينارد اعتقد انه لا، مش هيفضل انه يدرب منتخب مصر في الوقت الحالي. عنده عروض اعلى بكتير ماديا كمان في السعوديه، في قطر، في انديه كمان جاله اليابان في فتره اتكلموا معاه منتخب اليابان قبل امم افريقيا. فاعتقد انه رينارد خطوته الجايه هتكون في دوله فيها فلوس كتير في اتحاد كورتها انه يدفع مبالغ ضخمه. وفي نفس الوقت انا لو شايف لو هرشح حد ارشح مدرب يكون عنده خبره في الكره الافريقيه. بالزبط. زي رونار كده. بالزبط. يعني هيرفي رونار عمل نتائج كويسه جدا هنا ودرس الكوره في افريقيا بشكل كبير. ما ينفعش اجيب حد زي اجيري. اجيري ما يعرفش اي شيء عن الكوره في افريقيا. وبالتالي انا لو هجيب اجنبي يكون عنده خبره هنا. يا استاذ عمر انا بشكرك شكرا جزيلا واستمتعت جدا بالفقره بتاعتك، واكيد دايما بكون سعيد وانت متواجد معايا. انا اسعد والله يا امير وميرسي جدا على ذوقك. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في الفقره الثانيه من حال الكلام في الميديا النهارده استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي باخبار اليوم، وكلمنا في ملفات كتيره عديده جدا سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي او بطوله الامم الافريقيه ومنتخب مصر وكل شيء. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده يوم السبت القادم ان شاء الله. الى اللقاء.